كان مشروع كنت حابة على طول من صغري ان انا اشوف حاجة احافظ بيها تاريخ مصر، وان انا لقيت فعلا ان انا اعمل مشروع تخرج الاحياء الهيروغليفية دي حاجة حلوة قوي ان انا اعمل مشروع كده. كان فكرة المشروع ان انا عايزة ادمج الهيروغليفية واركز في الفنون مصر القديمة، النحت والبرديات والكتابة والموسيقى، كل ده تبقى في مكان واحد وانها تبقى ليها علاقة بالهيروغليفية. المشروع كان مقسوم طابقين، بركز تحت اللي هي المعارض الترفيهية التعليمية، والدور التاني بتبقى تعليمي بس، بحيث ان الطلاب ييجوا يتعلموا ياخدوا كورسات هيروغليفية تعليما، وممكن كمان ياخدوا الورش الفنية، الماتل ووركس، السكالبتشر، البينتينجز، البرديات، كل ده بيحصل في المركز بتاعنا. الدور الأول المعارض بتاعي كنت حابة ان المشروع يبقى ليه علاقة بالظل والنور، وان انا في احس الزائر بالتنقل ما بين الوقت والعصر، ما بين تطور نعم. الهيروغليفية في خلال الفترات ما بين الأسرات بتاعت المصريين القدماء. فكان متقسم المعارض على 3. أول معرض اللي هو معرض الضلمة، ده بيبقى ليه علاقة انها تبقى البدائي بتاع الهيروغليفي اللي هو ابسط البدايه بتاعتها لحد، وكل ما بقدم في المسيره بيبقى النور بيزيد. النور بيزيد والظل بيقل، والصوت بيبقى بخلي الفيزيتور يحس برهبه شويه في المكان، لان انا عايزه فعلا احقق الفكره ان الظلم هي جهل، وان لما بقى ما اعرف حاجه بدخل في نور وبدخل في علم دي فكرة كبيره. حلوة كده. فده كان المصريين القدماء مهتمين قوي ان العلم والقراءه والكتابه كان حاجه مهمه قوي. مع ان انا تخيلت وانت بتقولي ضلمه ونور، والاستخدام الضلمه والنور، تخيلت انك هتبقي يعني رمز لها على ان مثلا في اسرات كان في وقتها في تنميه اكتر، في اسرات ايوه كانت ده مش بالظبط مهتمه اللي اكتر، حصل. فممكن تبقى مستخدمه الضلمه في الاقل تنميه. يعني انت عملتي الاثنين مع بعض ولا لا؟ انا بقول اي كلام. لا، عامله الاتنين مع بعض فعلا. الفكره دي وان اخر نقطة في المعرض ده هي حجر الرشيد، بحيث ان هي فعلا اللي فكت رموز الهيروغليفية ودخلتنا في الحضارة ونفهم الحضارة اكتر، فهي اللي خلتنا نشوف بقى الهندسة والطب ونفهمها اكتر اللي هم كانوا بيعملوها زمان.